السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين. إيه؟ يا رب ما كنتش اتأخرت عليكم من الفيديو اللي فات. لو انت اول مرة تشوفوا فيديو ليا ياريت تتابعوني على الانستجرام، وكمان ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب تحت عشان تعرفوا وتشوفوا الفيديوهات الجديدة. النهاردة انا مجمع لكم اغلب البوستات اللي انا نزلتها على الانستجرام علشان العناية بالبشرة وازاي تقدري تحصلي على بشرة صافية. فلو انتوا ما تبعتوهاش على الانستجرام ياريت تشوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا. اول حاجة هي الاكل الصحي. الاكل الصحي انك تاكلي فواكه، تاكلي شوفان او الحاجات اللي فيها الشوفان، تاكلوا بيض، تاكلوا البان، تشربوا البان الدسم فيها قليل. تاني حاجة هي شرب المية. كل الناس بتتكلم عن ان شرب المية بيساعد على التخسيس، وكمان شرب المية بيساعد على نضارة البشرة وعلى ان البشرة تكون منورة وكمان بتلمع بشكل طبيعي من غير ما تضطري انك تحط لها كريمات. تالت حاجة هي الماسكات الطبيعية اللي نقدر نعملها في البيت، ودي بتكون ماسكات انت متأكدة بنسبة 100% انها مناسبة لبشرتك. الماسكات دي او اهم الماسكات دي ماسك الملح والزيت. لو انت بشرتك جافة يبقى الملح وزيت الزيتون، لو انت بشرتك دهنية يبقى الملح وزيت جوز الهند. لو انت مش حابة تعملي ماسكات طبيعية، في صابون طبيعي موجود عند العطارين ما بيخشش فيه اي مواد كيماويه، زي مثلا صابونه لمبادا. دي صابونه معموله من الاملاح، مهمتها انها تنظف البشره من جوه. اختاري الغسول المناسب لبشرتك. انا عن نفسي بستخدم غسولين اثنين، اول غسول هو غسول كتبولي الدكتور اسمه فيرجينيا. مهمه الغسول ده ان هو بينظف من التراب ومن الزيوت ومن الميك اب، وبينظف من كل حاجه على البشره. استخدميه مرتين، من مرتين لثلاث مرات في اليوم. انا عن نفسي بستخدمه مرتين بس، مره الصبح اول ما بصحى ومره بالليل لما برجع من الشغل. تاني غسول هو نيتروجينا، وكلمتكم عنه قبل كده في الفيديو ازاي تتخلصي من الحبوب في يوم واحد. كريمات الترطيب وكريمات الحمايه للبشره، استخدمي كريم الترطيب المناسب لبشرتك. انا عن نفسي بستخدم نيفا سوفت لان هو حلو جدا لجميع انواع البشره. مجرد ما تحطيه على بشرتك البشره بتمتص بسرعه وبيسيب البشره مرطبه، يعني ممكن تستخدميه الصبح وبالليل عادي جدا. فانا بفضل انك تستخدمي كريم الترطيب المناسب لبشرتك. منتجات نيفيا من احسن المنتجات. كمان من ضمن المنتجات الترطيب اللي لازم تكوني بتستخدميها لو انت عمرك فوق ال20، المنتجات اللي بتبقى فيها تجديد للبشره وبيقاوم التجاعيد، وكريمات ترطيب وشد البشره اللي هي الان ايجينج كريم. انا عن نفسي بستخدم لوريال باريس، ده جديد. بستخدم كريم بتاع النهار بس، مش بستخدم بتاع بالليل لان بشرتي مش محتاجه العنايه القويه دي. لو بشرتك لا قدر الله فيها شويه حبوب او ظهر لها حبوب او فيها اثار حبوب، انصحك بانك تستخدمي اي كريم من كريمين دول. اول كريم هو فيسودين، تقدري تستخدميه لو انت عندك حبوب واثار قديمه. نتيجته بتبان حوالي في شهر، وممكن اقل من شهر تبدا نتيجته تبان انه بيبدا ينظف البشره. انما الكريم التاني ده مهمته ان هو في خلال اسبوع بيعالج الحبوب من جوه، بتختفي تماما بعد، يعني مش بتختفي بنسبة 100% بس بتختفي بنسبة 50% بعد استخدام اسبوع كامل يوميا للكريم. او ممكن تستخدمي الكريم ده سريع جدا لو انت عندك مناسبة او حاجة وعايزة تداري حبوب بسرعة طول الليل، وتاني يوم الصبح الحبوب هتكون خفت شوية. وبكده اكون قلتلكوا 6 خطوات للحصول على بشرة صافية، وان شاء الله تكون فادتكم. وهستناكم الفيديو الجاي، وما تنسوش تتابعوني دايما، تعملوا لايك، والسلام عليكم.